لكم الإسلام دينا. ومن خصائصها أنها تقوم على ركيزة العلم النافع والعمل الصالح الهدى ودين الحق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن لا تقوم على أكتاف الضعاف المجاهيل ولا على أنفاق المتعلمين المهازيل، وإنما تقوم على أكتاف طلاب العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما تحتاجه الأمة الإسلامية من العلوم المعاصرة. كذلك أيها الإخوة تقوم على ركيزة الوحدة مع كلمة التوحيد، توحيد الكلمة على هذا المنهج الصحيح، فلا عصبيات ولا حزبيات، وإنما أمة واحدة رأي جميع الحق. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله، الرد إليه عليه الصلاة والسلام في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريقين. هذه أهم خصائص الهوية الإسلامية. أما وسائل المحافظة عليها فإنها تكمن في أمور أهمها. أولا العناية بتأصيل العلم الشرعي، العناية بتأصيل العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وإقبال الناس عليه وحث الناس عليه، لا سيما في الغربة، لا سيما في بلاد الغرب، في هذه المجتمعات الآسنة، في هذه التجمعات التي تحتاج إلى أن يرتفع فيها قول الحق وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك العناية بالمدارس الإسلامية وتعليم العلوم الشرعية والعناية بتأسيس هذه القناع العلمية حتى نحافظ على هوية أبنائنا وأبيائنا ونشأتنا. كذلك أن يقبل الناس عليه بمنهج صحيح. بعض الناس يقبل على العلم لكن بمنهج غير صحيح، تجده يقع في أهل العلم وينتقد العلماء وهو لا زال في بداية طريق الطلب. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يسوج ربه بخلاق والعلم ما لم تختلفه شمائل تعنيه صار مطية الإخلاق. لا بد من المنهج الصحيح في طلب العلم من أهل العلم المعتبرين. وإن كان في مثل هذه البلاد فأمثل الإخوة من طلاب العلم يقوم بتدريس العلوم الشرعية ممن يعرف بالعلم الشرعي الصحيح والعمق فيه ومعرفته حتى يربي الناس على هذا العلم الصحيح. كذلك التوازن بين العلم الشرعي والعلم المعاصر، والتوازن بين الأصالة والمعاصرة في العلم، وأن تكون أمور المعاصرة مبنية على أسس متينة من التأصيل العلمي الصحيح حتى يوازن بين العقل والعاطفة. وهذه مهمة ليس الحفاظ على هويتنا بمجرد شعارات وترحيب وأعمال خفيفة ويسيرة، وإنما المهم أن تجمع بين عاطفة الناس، لأن عاطفة الناس بحب أهل الإسلام وأهل الإسلام وعلماء الإسلام لا سيما الذين يأتون من الحرمين الشريفين عاطفة قوية ومطلوبة، لكن ليس هذا هو المطلوب فقط، وإنما المهم أن يبنى ذلك على علم وعلى حكمة وعلى دليل وعلى توازن. ثانيا من وسائل